ايه طيب المخرج بتاع التفاؤل؟ يعني هو كريم كده كده وقال لك ضلمت لما لعبنا السنغال، هو جه ضلمها في اول الفقره اساسا، ان هو خوف. ايه بقى الحته اللي ممكن نروح منها لتفاؤل؟ طيب بص، هو عامه ماتشات النوك اوت دي انا بفصلها عن الماتشات المجمعه، يعني زي ما قال كريم كده، انت لما انت بتتفرج على البطوله من التلفزيون غير لما تعيش اجواء البطولات المجمعه، انت لازم تتعامل مع ارضيه معينه، جمهور معين، ممكن تتعامل مع ايقافات ما تبقاش درجات موفق، حراره ولا قدر الله اصابات كورونا كمان بزر. كورونا دي تحديدا، يعني ادينا شايفين مثلا منتخب تونس فقد 12 لاعب ضد جامبيا النهارده، جزر القمر 12 لاعب ضد الكاميرون. لا طبعا البطولات المجمعه مختلفه، ماتشات النوك اوت او الماتشات الفاصله دي ظروف تانية خالص، انت محتاج ان انت تبقى موفق في ماتش واحد بس. انا معاك في ان انا بصراحه قبل كاس الامم كنت عايز العب الجزائر بصراحه، وكنت شايف ان هي هتبقى فرصه حلوه حتى كمان للعيبه، لان انا بص انا لما بتبقى الماتش سهل بصراحه بقلق، ولما بيبقى صعب ببقى متفائل. يعني انا مثلا متفائل بماتش كوت ديفوار ان شاء الله. انت عارف احلى مباراه لعبناها في كاس العرب كانت ايه؟ ماتش الجزائر بالظبط. يعني هو لازم نلعب بقلب وروح عشان نعرف نأدي، غير كده مش نلعب. وماتش الجزائر رفع طموحات الجمهور قوي، وبعد كده جه ماتش الاردن لما احنا طبعا بقى رايحين وفرحانين هنلعب الاردن، والجزائر لبست في المغرب، فروحنا لعبنا الاردن، كانت الاردن هتعمل معانا يعني مفاجاه كبيره، فابتدت الثقه تتهز تاني، ومن وقتها والثقه لسه مهزوزه لحد دلوقتي، لسه ما استردناهاش. انا كنت شايف ان انا بحكم اللي انا اتفرجت عليه مع الجزائر، ان الجزائر فيها دروب كبير جدا، دروب يخليها تنافس مع بوركينا فاسو لحد الماتش الاخير من التصفيات، وان بوركينا فاسو تروح مصطفى تشاكر تتعادل 2-2، ده معناها ان الجزائر عندها مشكله كبيره جدا. فانا كان نفسي نلعب الجزائر، بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الجزائر خرجت بشكل يعني اسوأ شكل ممكن من كاس الامم. فدلوقتي منتخب الجزائر ما صعدش كاس العالم 2018، خرج بالشكل ده من كاس الامم، ففعلا الماتش الجاي ده ماتش ناري. ناري يعني هيبقى فعلا ماتش ضرب نار. فانا كنت عايز ابعد عن الجزائر النهارده، كنت عايز ابعد عن الجزائر، بس في نفس الوقت برضو كنت عايز ابعد عن السنغال، كنت عايز ابعد عن المغرب. بس بما اننا خلاص جينا في السنغال، تونس ومنتخب نيجيريا كمان كنا المفروض نبعد عنه. نفسنا دي بقى النقطه. دي النقطه اللي كنت، دي النقطه اللي كنت هاجيها لك. ان هو احنا كده ولا كده، خلينا معترين، احنا تصنيف تاني فاكيد في مواجهه قويه. تمام، ما دام المواجهه القويه دي بعدتنا عن المنتخبات العربيه، فانا عندي احساس ان احنا ممكن نتعامل كويس، ممكن نعرف ان احنا على الاقل ان شاء الله ربنا يكرم نحقق نتيجه ايجابيه هنا في القاهره، ونروح بقى هناك كروش احنا جايبينك ليه؟ صح. علشان خبرتك في الصعود لكاس العالم. لا عشان انت كل يوم بتطلع تقول لنا انا جاي عشان عشان كاس العالم. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل قول لنا النتيجه ايجابيه. عموما بس القصه بتاعت المنتخبات العربيه دي احنا بعدنا عنها. انا فاكر في تصفيات كاس العالم 2014 لما بعدنا عن المنتخبات العربيه وخبطنا في غانا، حصل اللي حصل وقتها.